مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء كل حاجه حلوه. وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي. الحقيقه الاسبوع اللي فات حصل ان في قانون اللي هو قانون المخالفات الخاص بالبنايات المخالفه. الحقيقه القانون ده الحقيقه هذا القانون أثار بلبلة قوية جدا عند الجمهور وعند الجمهور المصري، وناس كتيرة جدا شارية وحدات مخالفة، ناس مش عارفة مين اللي هيدفع. هو أنا اللي شاري الشقة اللي مسدد أقساطها بالعافية، اللي ما كانش معايا فلوس وسددت قسط قسط بالعافية، أنا اللي هدفع المخالفة؟ ولا صاحب العقار الطماع اللي معاه ملايين هو اللي هيدفع؟ النهاردة في الحقيقة في خبر جالنا في جريدة المصري اليوم. الخبر بيقول ان النائب احمد السجيني اكد للمصري اليوم ان قانون التصالح على مخالفات البناء لم يحدد الشخص الملزم بالتصالح في المخالفات، وسمح لصاحب المصلحة بالتصالح سواء مالك الشقة او العقار، لأن القانون خاطب العين المخالفة وليس الأشخاص بعينها. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هذا المشروع صدر لمصلحة المواطن أولا، فالمبالغ التي يتم الحصول عليها ستدخل في إصلاح ما أفسدته تلك المباني المخالفة من توسيع شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار لدى الأسرة من تهديدات مستمرة من المسؤولين بإزالة العقار المخالف. وقال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن غرامة التصالح ملزم بسدادها صاحب العقار الذي صدر ضده حكم قضائي بالمخالفة في عملية البناء، وفي حال رفضه وهروبه من السداد يحق لأصحاب الوحدات السكنية التقدم بطلب التصالح حفاظا على وحدتهم وعدم ضياع حقوقهم بعد إزالة العقار. الحقيقة مشاهدينا الأعزاء هذا الموضوع أثار بلبلة قوية جدا، وفي ناس جالها رعب. الناس كلموني وقالوا لي طب يا دكتور احنا لسه طالعين من كورونا وظروفها ومعناش فلوس. وبالفعل في حد اللي هو استاذ رأفت ايهاب قام بعمل واسس صفحه على الفيسبوك اسمها لا لقانون التصالح معناش فلوس، لا لقانون التصالح معناش فلوس. اللي لفت نظري ان هذه الصفحه دخل عليها الناس بأعداد رهيبة في أوقات قليلة جدا جدا جدا. هنعمل مداخلة تليفونية مع أستاذ إيهاب رأفت مؤسس صفحة لا لقانون التصالح معناش فلوس، ونعرف ليه أسس الصفحة دي ويا ترى إيه مطالبهم. هل معانا الأستاذ إيهاب على التليفون؟ ألو؟ أستاذ إيهاب معانا على التليفون؟ تمام يا استاذ ايهاب، بعد اذنك ارجع كلمنا تاني لان الصوت واضح ان هو مش واضح تماما. الحقيقه مشاهدينا الاعزاء انا دخلت على الصفحه دي شفت حاجات كتيره جدا من الناس. ناس كاتبين يا ريس انا عندي اسره 5 افراد اجيب منين؟ ولو ما دفعتش انا شقتي اللي تتهد؟ هل يا سياده الريس انا ملزم ان انا ادفع غرامه المفروض ان الجاني فيها هو المقاول وصاحب العقار؟ هل انا مسؤول عن الفساد احيانا في بعض المحليات؟ في ناس تانية قالوا كاتبين برضو على الصفحة ان دلوقتي لما بنيجي نشتري اي استاذ ايهاب معانا على التليفون؟ الو؟ ايوه دكتوره منى، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ ايهاب، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ رأفت ايهاب، سوري استاذ رأفت ايهاب، اهلا وسهلا بحضرتك. مش حضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ايه صفحتك ما شاء الله دخل فيها اعداد رهيبه في اوقات قليله جدا، يا ترى حضرتك اسست الصفحه دي ليه؟ ايه الهدف من تاسيسها؟ يعني كان الهدف من تاسيس الصفحه دي ان احنا عايزين نوصل صوتنا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ونقول له يعني هدفك يا ريس هو بناء مستقبل للشباب مش هبده يعني. فاحنا بنستسمحه بجد يعني ان صوتنا يوصل له، ونستسمحه نستسمح سعادته يعني ان هو يا ريت يفكر في القانون ده تاني. وبرجاء يعني مش عايزينه يتطبق بأثر راجع، ولو اتطبق يكون في مقدرة دخل الفرد مننا يعني. تمام. طيب انت تمام. حضرتك شايف ان الغرامة كبيرة عليكم؟ الغرامة كبيرة، ويعني كبيرة يعني لو حضرتك على أرض الواقع مرتب الشاب في المتوسط من 2000 ل 5000 جنيه. تمام. فالغرامات اللي احنا يعني سامعين عنها والمبالغ اللي مطلوبة طبعا كتير على أي شاب، وخاصة أكيد. إن كل شاب من الشباب دول يعني شاري شقة اشتراها بالقسط، واحنا ما كناش مخالفين والله يعني. أنا يعني كان كل واحد مننا قبل ما يشتري الشقة كان بيسأل على عداد الكهرباء، عداد المية. فاحنا بنستسمح سيادة الرئيس، ما احنا ممكن نعمل المخالفة مثلا تبقى بنسبة 1% 2% من ثمن الشقة، هتبقى بسيطة يعني. ممكن ما هو انا عايزه اعرف بقى اقتراحاتكم في الصفحه يا استاذ رأفت، عايزه اعرف ايه اقتراحاتكم وايه مطالبكم لسياده الرئيس. احنا عايزينه بس يبص لنا يعني صوتنا يوصل له، دي اهم حاجه، لان ما حدش هيوصل له صوتنا طبعا. لا ان شاء الله برنامجنا هيوصل صوتكم لسياده الرئيس، وسياده الرئيس قد ايه قلبه رحيم وعارف وحاسس بالشباب، وان احنا شاء الله عارفين يستجيب. بكده، ده الاب الروحي للشباب كلها اقسم اكيد بالله اكيد. يعني. فاحنا مقترحاتنا ان احنا ممكن يعني لو هنطبق القانون على الساكن يبقى الساكن 1 أو 2% من ثمن الشقه اللي يدفعه، لكن نحاسب الناس الاساسيه اللي في الموضوع الاساسي، المسؤول طبعا اللي كان موجود في الحي، المسؤول اللي في المحافظه، اللي بنى وعلى وباع واتكل على الله، السلام عليكم، ومحدش خلاص يعرف مكانه تاني. طيب يا استاذ ومع مراعاة ان احنا معلش بس في حاجة صغيرة عايز اقولها، ان اتفضل. احنا معظم الشقق الناس اللي يعني السكان اللي ساكنين في الشقق حضرتك هتلاقي منهم الارملة اللي جوزها متوفي عنها، سواء معاها معاش وممكن ما يكونش معاها معاش وبتنزل تشتغل، في معاقين، في ناس على المعاش، وفي ناس عندها فشل كلوي، وفي عمال باليومية، وفي شباب زي ما قلت لحضرتك مرتبه من 2000 ل 5000 جنيه. فالمبالغ اللي مطلوبة بجد 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 يعني على الشعب ضغط جامد على الشعب كبيرة عن طاقتكم. كتير 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 جدا يعني. إن شاء الله فاحنا صوتكم يوصل. صوتنا يوصل لسيادة الرئيس، وبنستسمحه بنقول له أنت والدنا وإحنا وراك في أي حاجة يا سيادة الرئيس، بس بعد إذنك بص لنا. ميرسي جدا يا أستاذ رأفت، إن شاء الله صوتكم يوصل لسيادة الرئيس، وإن شاء الله يعني نظرة لهؤلاء الشباب سيادة الرئيس، هم من وجهة نظرهم إن المخالف الحقيقي هو اللي بنى مش اللي اشترى، اللي اشترى ضحية، وبعدين البائع أو صاحب العقار بيقنع المشتري بإن ما دام دخلت لك مية ونور يبقى الوحدة مش مخالفة، فبالتالي هم بيستسمحوا سيادة الرئيس، وإن شاء الله صوتكم يوصل لسيادة الرئيس. ميرسي جدا يا أستاذ رأفت، إن شاء الله صوتكم يوصل لسيادة الرئيس. مشاهدينا الأعزاء هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض فقرات مهمة جدا، استنونا بعد الفاصل.